بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. في بداية حلقة اليوم نذكر نفسنا وحضراتكم بالدعاء لأهل غزة والوقوف معهم فيما يتعرضون له. لا تنسينا زحمة الحياة وزحمة الأخبار وزحمة الأحداث، ما يتعرضون له من حصار وقصف وقتل، ويعني أصبحت تجاوز أعداد الشهداء أكثر من 45 تقريبا ألف، وهناك المزيد وهناك الأكثر للأسف تحت الأنقاض وما إلى ذلك. فلا ننسى أهلنا في غزة، أيضا الدعاء متواصل وموصول لأهلنا في السودان اللي من شهور طويلة بيتعرضوا أيضا لتشريد وجوع وما إلى ذلك. والآن دعوة أخرى أيضا لأهلنا في لبنان، قلوبنا معهم في هذه الأحداث التي تحدث لهم في هذا الوقت، وسقوط أكثر من 500 شهيد خلال غارات متواصلة من الاحتلال على لبنان. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تلينا من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. دكتور عصام حضرتك سمعني؟ أنا سمعك. نعم. أهلا بحضرتك. طبعا يعني أكيد يعني حضرتك متابع الأخبار والأحداث المتصاعدة في لبنان وسقوط عدد كبير من الشهداء، فيعني رأي حضرتك في هذا الأمر حتى الآن يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. في الحقيقة الأمة الإسلامية والعربية يعني من ضعف إلى ضعف ومن اعتداء لاعتداء، منذ عام كامل نتابع ما يجري على أرض غزة من هذا العدوان الصهيوني المجرم الغاشم على البراء والعزل، على الرجال والنساء والشيوخ والشيبان من كل الأعمار والمستويات بشكل لم يرى العالم مثله من قبل. ومع ذلك يصمت هذا العالم المنافق في نظرته، الجبان في حركته وجرأته، ولا يحرك ساكنا، ويملك أن يدوس على زر بأصبع واحد يوقف هذا العدوان، لكنه لا يوقف بل يدعم ويستمر وهو وقود هذه الحرب. حقيقة لا يستطيع أحد أن يبرئ العالم الغربي، أمريكا والغرب، من هذه الجريمة، فأيديهم جميعا ملطخة سواء بالمال الأمريكي أو بالدعم الأمريكي للسلاح الأمريكي أو بالقرار السياسي الأمريكي والغرب كذلك، الفيتو الغربي والأمريكي. الغرب بكل أطيافه وألوانه والغ في دمائنا والغ في مظالمنا، هو الذي غرس هذا الخنجر المسموم في خاصرة الأمة الإسلامية العربية المسمى بالكيان الصهيوني إسرائيل. والآن امتدت الحرائق، حرائق القتل والتشريد والعدوان إلى لبنان، ونرى المشاهد يوميا. بدأت الأعداد بأعداد بسيطة في التفجيرات الإلكترونية عن طريق البيجر أو البليد كما يسميه أهل الخليج. الآن بدأت المسألة بالسلاح رسمي ليس بالتكنولوجيا، لا التكنولوجيا يعني لا تكفي أو لا تعطي للعالم، لا يبرز وجه إسرائيل، يبرز العقل الإسرائيلي، هو يريد يبرز العضلات الإسرائيلية. فالعقل الإسرائيلي ظهر، أو العقل الغربي، لأن هذه أسلحة وخيانة بها، فيها خيانة معروفة يعني. لا، لابد من القتل المباشر بالغارات وبالمجازر المباشرة. ولا نقول هنا أنه والله يقاتل الذين يقاتلونه أو الذين يحاربونه من حزب الله، لا، لأن على الشعب اللبناني بغض النظر عن من يختلف موقفه مع حزب الله، لكن المسألة الآن تجاوزت حزب الله، مثلا لم تعد مقصورة على حرب بين الكيان وبين حزب الله. ولو كانت حتى بين الكيان وحزب الله لوقفنا ودعمنا الحزب ضد حربه على الكيان الصهيوني، لأن مهما اختلفنا ومهما جرمنا ما قام به الحزب من قبل في سوريا وما قام به في إيران في العراق وما قام به في اليمن، هذا لن يجعلنا أو لن يصرفنا عن ضبط بوصلة الفكر عندنا أن ما قام به الحوثيون في لبنان في اليمن دعما لقضية غزة، ما قام به الشيعة في العراق وفي لبنان في حزب الله في هذا الإسناد للمقاومة، لا يمكن لإنسان أن يغفل هذا الأمر. نحن لا نقر
بالجرائم التي ترتكب مع السنة، ولكن لا نغمط الإنسان حقه إذا أحسن في شيء حتى لو كان مجرما في سياق آخر. الإنصاف هنا يقتضي أن نحكم على كل فعل بفعله، وهذا موجود في تراثنا وفي فقهنا وفي القرآن والسنة، أن هناك أناسا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وارد إنسان يرتكب كبائر كبرى ويؤدي فرائض، هذا التناقض موجود في الحياة، موجود في البشر، موجود في كل الناس. الإنسان العاقل هنا لا يحكم على الجرائم وينسى الأفعال الحسنة، ولا يحكم على الأفعال الحسنة وينسى الجرائم. الإسلام ميزانه له كفتان، كفة الحسنات وكفة السيئات، ويوم القيامة الميزان نفس الحال، حسنات وسيئات. بعض الناس ميزانه حسنات فقط، وبعض الناس ميزانه سيئات فقط. طبعا نحن نقدر مشاعر عدد من الناس، ولا ونحن كنا معهم ولا زلنا معهم في هذه المشاعر، الذين أضيروا من حزب الله في سوريا أو غيره، نقدر هذه المشاعر يقينا، وحينما قاموا بهذا الفعل جرمنا ذلك وتعاطفنا معهم ودعونا وتحركنا بكل ما نستطيع لإيقاف هذا الإجرام بالضبط، كنا مع الثورة السورية ولا زلنا قلبا وقالبا. لكن الآن المعركة أوسع من هذا الأمر، لا نقول هنا أننا نفرق بين دماء ودماء، لا، لو أن هذا الفعل قام به، يعني قام الكيان الصهيوني بضرب بلد ليس مسلما وكان بيننا وبينه عداء من قبل، لكنه مظلوم في هذه المعركة، ما الموقف؟ هل أؤيد؟ لا، لا أؤيد، أنا لا أؤيد الظلم أيا كان الظالم، وأيا كان المظلوم، هل المظلوم كان ظالما من قبل ولا زال هو في هذه الحالة مظلوم أم لا؟ مظلوم. القرآن علمنا هذا الموقف، إني لما اتهم يهودي بسرقة درع كان السارق هو المسلم، نزل القرآن يدافع عنه، القرآن اللي قال عنهم أنهم قالوا يا الله مغلولة، وقالوا إن عزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حاشا سبحانه وتعالى، وكسبوا. ومع ذلك لما كان مظلوما في مرحلة في حالة من الحالات نزل القرآن يبرئه، هذا هو الإنصاف. يعني لا، ومع ذلك القرآن جنبا إلى جنب ستجد نفس الآيات في سورة واحدة في كتاب واحد ينص على ذكر هذا وذاك. فهذه مسألة على الإنسان ألا ينساها، وعلى الإنسان ألا يغفلها. فمن هذا الباب نقول للناس الذين يرون ما يجري في لبنان أننا ندين هذا الأمر، ونتعاطف بكل ما أوتينا من قوة مع هؤلاء المظلومين، لأنهم مظلومون من ظالم أكبر، ظلوم. ثم بمنطق حتى المصالح والمفاسد، طيب يا سيدي أنت الآن تقول والله الكيان يفعل فيهم ما فعلوه فينا، طب والسؤال لما الكيان ينتصر عليهم وينهيهم، ده قوة ليك ولا ضعفا فوق ضعف؟ يعني لما يخلص على هذه الجبهة هيفضلك أكثر ويقوى أكثر ويتجبر أكثر عليك في غزة، ولا هيكتفي؟ لا، سيتجبر ويزداد جبروتا أكثر إذا انتهى من هذه الجبهة. وجود هذه الجبهات شئت أم أبيت بيصنع حالات من يعني إضعاف هذا العدو أو النكاية فيه، وكشف أكبر لهذا الغرب المجرم اللي الآن بيعاون ويفعل وينزل بكل جبروته على بقعة صغيرة هي غزة. فإخواننا الإنسان الذي يرزق في هذا الأمر بحسن تبصر ينظر للأمور نظرة بهذا الشكل المنضبط، ولكن يراعي من يدافع أن الذي يحتد موجوع مكلوم، مسألة لا يمكن لأحد أن يختلف فيها، ولكن على هذا المكلوم والموجوع ألا ينسى مكلومين موجوعين الآن بنفس القدر، فعليه أن يتعالى على جراحه الشخصية
وجراح الأمة، هي ليست جراحة شخصية، جراحنا جميعا، أن يعني لا أقول يؤجب، يراعي أن هذا المجروح الآخر المكلوم يجد في إسناد أو دعم هذا الذي ظلم أخاه من قبل فيه عون له. هذه مسألة. ولذلك حقيقة يعني الواحد يقول مش تباهيا ولا افتخارا معاذ الله، يشهد القاصي والداني أن أكثر الناس اعتدالا في هذا الأمر الإسلاميون المصريون. ليه؟ يعني حماس راحت قبل في السيسي، ولا واحد من الإسلاميين بيشتموا ولا بيهاجمهم. ليه؟ لأني ما لهمش معبر غير معبر رفح، هيروح فين؟ والملف حصر الموضوع في الغاب من الغرب والكيان عن مصر، سواء كان على رأس السلطة رجل صالح، رجل فاسد، رجل ظالم، أي مكان. ولا عمر الإخوان الإسلاميين المصريين لاموا أهل اليمن على أنهم راحوا يتحالفوا مع السعودية اللي هي أقامت وعاونت في الانقلاب على تجربته، ولا لاموا بعض الدول على علاقتهم بالإمارات أيضا إسلاميين، رغم أن الإمارات هو العدو الأكبر لهذه التجربة، والسعودية والإمارات والسعودية والأردن. مع ذلك لم نفعل ذلك. لما إسلامي الأردن يشيدوا بالملك عبد الله وكذا وكذا، محد يقول لهم والله المصريين لا، ده الترتيب للانقلاب تم في الأردن بالمناسبة، يعني معلومة مش مجهولة يعني. طيب لم يعني، فلذلك يجد الناس الحقيقة عند الإسلاميين المصريين فيها هذا النظرة، اللي للأسف بعض إخواننا من الإخوة السوريين والإخوة برضو الإخوة بعض الإخوة العربي يقول لك والإخوة العراقية، نرجو من الإخوة المصريين ألا يتكلموا في القضايا العامة التي لا تتعلق بمصر. ليه يا عم؟ إحنا بصمغية؟ لا أصل أنتوا ما عشرتوش شيعة، ما عشرتوش. يا لا يا حبيبي والله مش شرط والله إن أنا عشان أقول رأيي العلمي أكون أنا عشرت ولا عصرت، دي قضايا عامة تتعلق بالأمة ملهاش علاقة، وإحنا لا نحن مغرقين، بالعكس ده جزء كبير من الانقلاب على الرئيس مرسي. المؤتمر الأخير قبل الانقلاب اللي قال لبيك يا سوريا ولا مكان لحزب الله في سوريا، ما ننساش يا جماعة، يعني الناس ما تنساش، ما تنساش، لا لازم تفتكروا كويس، مش على نفسكم تحكوا على التاريخ، مش بعيد بقولك تحكوا علينا تحكوا، لا الناس لازم تذاكر صح. ده بقى ما بلاش قرون يا جماعة، ده 10 سنين الحادثة مش كتير، اللي وقتها بعض الإخوة السوريين من أهل الفكر والسياسة قالوا لا ده مرسي غلط إنه غرز في هذا الملف وسوريا ويقحمها في الموضوع. طب شكرا وبعدين؟ لا احنا معروف الانقلاب على مرسي ليه؟ لن نترك غزة وحدها، ده سياق، لبيك يا سوريا ده سياق. لا المسألة يا جماعة لا يمكن بهذا الشكل، ومن عاول الانقلاب وساهم ورحب به هذا التوجه شيء إيران وغيره، بل منهم من أيد السيسي في الانقلاب. ومع ذلك لو النهاردة هنتكلم على الوجع الشخصي، يبقى أول ناس المفروض يعني الأمر ده يمثل عندها يعني الواو الجامدة قوي المصريين. بقولش لا يا جماعة والله عصبية للمصريين معاذ الله، أنا بتكلم لأن فيه في شيء من التحامل شوية، اللي بقولك لا يا جماعة ما تتكلموش ليه على سن احنا جاهله مثلا، والله بنتكلم بما لا بنهرب بما لا نعرف. لا المساله بالنسبه لنا احنا تعودنا على كده، ان يا جماعه قضايا الامه مقدمه عندنا، ولا ننكر ابدا قضايا الاشخاص او قضايا القطر الاقطار، حاجه بيقدر ينكرها. انما ونفس يعني بعض الاخوه اللي انكروا على بعض الاسلاميين اللي عملوا تغريده عزاء في رئيس ايران بعدها باسبوع، المملكه العربيه السعوديه فتحت سفاره في سوريا، لم يفتح هؤلاء الاخوه افواههم بحرف واحد. طب يعني نهين اشد. فهنا انا مش بنعتب، نقول يا جماعه السياسه ما بتمشيش كده والحياه ما بتمشيش كده، لازم ويسع الافراد ما لا يسع الجماعات والكيانات. الفرد رايه حر، هو حر، انا افعل انا اعمل انا حر، اكتب على صفحتي انا عصام، لكن لو هبقى مسؤول عن كيان عن مجموع من الناس لا خلاص، واحد المساله مختلفه. المساله هنا لازم اراعي يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان على رسلكم انها صفيه،
لو ده فرد عادي انت مالك؟ انا معايا صفية ولا معايا فاطمة ولا عزيزة؟ ايش شأنك انت؟ لما لانه يمثل دين هو رسول هذا الدين وصورة عامة. قال لا على الناس، قال رسول الله حرمتني، قال لهم لا. هنا بيفرق. دي مسألة واضحة جدا يا جماعة، لازم الناس تستوعبها وتفهمها. احيانا هذه المعاني بتغيب عن البعض، وطبعا بيبقى سببه بيختلط الشخصي او الخاص بالعام. هي دي مسألة خطيرة جدا، طبعا بنعذر الناس تعذر فيها. فيعني اتمنى من الاخوة الاكارم، احنا تضامننا مع لبنان، مع لبنان كبلد مظلوم، بغض النظر بقى المظلوم ده شريحة كبيرة منه وحزب الله، شريحة اخرى مدنيين وغيرهم. البعض يقول لك قال له طب واحنا كان في سوريا ما كانش مدنيين؟ يا حبيبي الكلام ده لو انا مقيد اللي اتعمل عندك تلومني انا برضو؟ دي خلط يا جماعة. هو انا لما انت اتقتل عندك مدني ولا مش مدني حتى؟ هو انا وافقت ولا رفضت؟ رفضت، ثم موقفي طول عمره رافض، رافض لأي عدوان عليك وأي عدوان على آخرين. زي بعض الناس لما يحصل حادث إن واحد يفجر كنيسة فنودين، تلاقي يطلع لك بعض الجهلة، هؤلاء يا راجل اللي أيد الانقلاب. يا حبيبي أنا مالي مال أيد الانقلاب؟ طوادرس أيد الانقلاب، أنا مالي مال طوادرس أيد الانقلاب؟ اللي مات ده مظلوم ولا ظالم؟ مظلوم، مظلوم. خلاص يا حبيبي ملهاش علاقة. فهنا بعض الناس يا إخوانا يخلط، ما انت ضد الظلم بغض النظر عن ديانة وجنس وعرق المظلوم. ربنا قال ده في حديث القدس الجليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، اني اتق دعوة المظلوم ليه؟ وانها لانصرنك ولو بعد حين، المظلوم ولو كان كافرا، المظلوم ولو كافر. لان هنا الظلم ملوش علاقة بديانة الظالم والمظلوم، الظالم ظالم ولو كان بيحج كل سنة، والمظلوم مظلوم ولو كان عابد وثن مظلوم. هنا يا جماعة المظالم مش مربوطة ومقرونة. تدور الأول على ديانة اللي هتتعاطف معاه، ما فيش كلام ده في الشرع. في الشرع ده ظالم ولا مظلوم؟ ده مظلوم، خلاص شكرا أنا معاه. ده ظالم ولا مظلوم؟ ده ظالم، أنا ضده، ضده. حتى لو ده مؤمن